الجميل يحمل هذا الشوط تحديات القعدان المحليات الأصايل من مسافة 8 كيلومترات في انطلاقة موفقة وانطلاقة سليمة في تحدي هذا المشوار الجميل والمشوار الأصيل. المركز الأول والبداية يتقدم شاهين هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، أو هنا يأتي جدل محمد بن سهيل بن هيان العامري يتقدم إلى صدارة الشوط ويسير إلى بداية المشوار والتحدي المثير. بينما المركز الثاني ننتقل إلى مياس محمد بن شطيط بن علي الاكتبي يتواجد على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصل الآن شاهين وهلال بن سعيد بن هلال الظاهري من يتقدم إلى ثالث المراكز، نقل إلى المركز الرابع ويتقدم هنا المترو يتواجد على المركز الرابع لمحمد بن خاتم الشامسي، هو من يتقدم إلى رابع المراكز في هذه اللحظات. نسير إلى المركز الخامس ويأتي الشعار أبو يحيى هنا من خلال الانطلاقات، ويأتي كفو راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي حيث يتقدم إلى المركز الخامس. بينما من يتواجد على المركز السادس هنا ملفت في المركز السادس حمدان بن محمد بن حمد بن درويش، هو على سادس المراكز في هذه الانطلاقة. والمركز السابع النقلة التالية على شاهين سلطان بن محمد بن علي بن حمود الكتبي يتواجد الآن على المركز السابع. والمركز الثامن نقل إلى ثامن المراكز حيث يتواجد ملازم هنا في هذه أو لزام لمبارك بن دغاش بن محمد العامري الآن على المركز الثامن. بينما المركز التاسع يأتي سعيد بن عبد الهادي الشهواني ليقدم لنا سلهود في المركز التاسع. وعاشر المراكز هنا من خلال الانطلاق والتواجد الأول لعاشر المراكز حيث يسير مشاهدين الأعزاء لزيم لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي هنا من يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة الأسماء المنطلقة وللعشرة الأسماء التي حضرت حتى هذه اللحظات في منافسات هذا الشوط، حيث تسير الأسماء وحيث تسير اللقاءات المميزة الأصيلة. عودة إلى البداية وعودة إلى صدارة الشوط والبداية ثنائية ما شاء الله تبارك الله، بعدما كانت رباعية الآن أصبحت ثنائية في منافسات بين تبادل المراكز وتأتي من خلال الانطلاقات، حيث يتقدم ملفت أو شاهين لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري تقدم إلى صدارة الشوط انتزع المركز الأول. بينما جدل لا يزال بلا جدل وهو في المركز الثاني محمد بن سهيل بن هيان العامري يتقدم إلى المركز الثاني. هذه الثنائية اللي سارت وابعدت عن المسار. أما المركز الثالث يتقدم كفو راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي على المركز الثالث. والمركز الرابع ننتقل إلى شعار محمد بن خاتم الشامسي حيث يقدم المترو، هو يسير الآن في المركز الرابع. والمركز الخامس في الانتقالة التالية من خلال الانطلاقات والتحديات هنا في هذا الملتقى شاهين سلطان بن محمد بن علي بن حمود هو من يصل إلى المركز الخامس وسادس المراكز. يأتي شعار بن درويش حيث يقدم لنا ملفت من هذه الانطلاقات وهذه التحديات. حمدان بن محمد بن حمد بن درويش هو الآن يسير إلى المركز السادس في هذه أو المركز السادس بالفعل. نسير إلى المركز السابع وسابع المراكز. وصل الآن مياس محمد بن شطيط الاكتبي في المركز السابع. المركز الثامن اللي تقدم واللي وصل للزام ومبارك بن دغاش بن محمد العامري قد الآن المركز الثامن. هذه الثمانية مراكز الأولى المنطلقة مشاهدينا الكرام. والمركز التاسع سعيد بن عبد الهادي الشهواني حيث يقدم لنا سلهود في المركز التاسع. لزيم في المركز العاشر سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي هو الآن في المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء.
عودة إلى مشاهدين الأعزاء، بداية المشوار ومنافسات تحديات هذا الشوط. نعود إلى البداية ولا يزال شاهين هلال بن سعيد بن هلال الظاهري هو الآن المسيطر، هو المتقدم مشاهدين الكرام على ناموس هذا الشوط من خلال الانطلاقات والتحديات. المركز الثاني نتابع، هناك جدل يتقدم إلى المركز الثاني، محمد بن سهيل بن هيان العامري. المركز الثالث وصل كفو وراشد بن شاهين بن خلفان المزروعي. أما المركز الرابع يصل إلى مترو محمد بن خاتم بن محمد الشامسي، وصل وخذ المركز الرابع. المركز الخامس شاهين وسلطان بن محمد بن حمودة الاكتبي الآن واصل حيث يتقدم إلى المركز الخامس، بينما المركز السادس هنا وصلنا مشاهدين الأعزاء وياتي حمدان بن محمد بن حمد بن درويش على المركز السادس ليقدم لنا من خلال الانطلاقات والتحديات ملفت في هذا الملتقى. المركز السابع ننتقل إلى سلهود محمد بن شطيط الاكتبي مشاهدينا الأعزاء من يتواجد على سابع المراكز، بينما المركز الثامن لزام مبارك بن دغاش بن محمد العامري هو يصل في المركز الثامن. هذه النتيجة لمراكزنا المتقدمة، لمراكزنا التي سارت من خلالها تحديات هذا الشوط الخاص بالمحليات الأصائل، بينما نحن نعود إلى البداية ونعود إلى منافسات هذا الشوط. وشاهين لا يزال في مقدمة الشوط، لا يزال على الصدارة الأولى. هناك يتواجد هلال بن سعيد بن هلال الظاهري بدون أي مراقبة، بدون أي مضايقات على صدارة هذا الشوط حتى اللحظة. ركض تلقائي جميل يقدم لنا شاهين على أسطورة السباق، بينما المركز الثاني يتقدم شاهين الآخر سلطان بن محمد بن حمودة الاكتبي الآن يسير إلى ثاني المراكز هذه اللحظات. المركز الثالث وصل الآن كفو راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي يوصل إلى المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، والمركز الرابع أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء وصل سلهود ولا مياس هنا يتقدم محمد بن شطيط الاكتبي، وصل وخذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنا يأتي لزام لمبارك بن دغاش بن محمد العامري على خامس المراكز. والمركز السادس يأتينا ملفت، يأتي هنا حمدان بن محمد بن حمد بن درويش على سادس المراكز. والمركز السابع يأتي جدل محمد بن سهيل بن هيان العامري. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات مشاهدين الكرام في تواصل الأشواط وفي منافسات وتحديات هذه اللحظة، تحديات هذه اللحظة التي تحمل دائما العنوان الأجمل والعنوان الأفضل. نعود إلى شاهين حيث يسيطر، حيث يتقدم شاهين في منافسات هذا الشوط. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، شاهين على صدارة الشوط يتقدم سعيد بن هلال الظاهري. ما شاء الله تبارك الله، هو في قمة الشوط، هو في قمة التحدي، في قمة الإثارة، حيث تسير مشاهدين الكرام قوته وأداءه المثير مع المحليات الأصائل. وأكيد عاشق المحليات الأصائل هلال بن سعيد الظاهري دائما في مشاركاته في مزاينة الإبل، حيث يقدم يودة هي بطلة السباقات في مزاينات دائما كل المجالات المميزة. نسير إلى المركز الثاني، بدأ يتقدم هنا من خلال هذه اللحظات سعيد بن شطيط الاكتبي، حيث يقدم مياس مع المسافة الألف والأربعمائة متر. المركز الثالث ننتقل إلى لزام ومبارك بن دغاش العامري في المركز الثالث. كفوف
في المركز الرابع ياتي راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للأسماء المتقدمة، لكن شاهين يفرض النفس ويفرض السيطرة ويسير إلى محركات الناموس، إلى محركات الناموس. هو الآن في سيطرة الشوط، هو في قمة الشوط، ما شاء الله تبارك الله. شاهين هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، ها هو أمامكم شاهين في مقدمة الشوط بدون أي مضايقات حتى اللحظات، يسير في الكيلو الأخير معلن عن حضوره المثير وحضوره المميز وحضوره الجميل. ها هو شاهين أمامكم مشاهدينا الكرام، ضمن المركز الأول، ضمن الناموس لهذا الشوط في منافساته في صباح هذا اليوم في المرموم، في ميدان المرموم يسجل لنفسه حضور ويسجل اسمه كذلك في السجلات الذهبية لنادي دبي لسباقات الهجن. ما شاء الله، نشوف حركة أخيرة يا هلال يا بن سعيد يا الظاهري، نشوف الحركة الأخيرة. حرك كلم روح. الله، في المركز الأول في صدارة هذا الشوط بدون منافسات حتى الإطلاق. المركز الثالث اللي واصل الآن، هناك يعني خطورة قادمة من قبل راحل مهير بن علي بن كليب، يحتل المركز الثاني، يبغي التحية والسلام، لكن عاد من جديد مشاهدينا الأعزاء شاهين لينطلق انطلاقة الفوز والناموس والانتصار. تهانينا والناموس، واسعد الله صباحك على الفوز والانتصار يا راعي يودة. هنا هلال بن سعيد بن هلال الظاري في مقدمة الشوط من البداية حتى النهاية، قاد المسار وهو على المركز الأول قادما من خلال الانطلاقات. ومشكور يا بن سبيع على هذا الأداء وعلى هذا التضمير الجميل والخطير. بينما مشاهدينا الكرام في المركز الثاني يصل راحل لمهير بن علي بن كليب في المركز الثاني. المركز الثالث ياتي سلود سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الرابع لزام لمبارك بن دغاش العامري. والمركز الخامس واصل مكرم سهيل بن مسلم بالطير العامري. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، من خلال التواجد والتنافس والتحدي، التوقيت الزمني أمامكم على شاشة التلفزيون، حيث مسار الشوط في الانطلاقات 13 دقيقة 13 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس هلال بن سعيد الظاهري على الفوز والانتصار، واسعد الله صباحكم يا أهالي العين. أما المركز الثاني كان التحدي وكان راحلا بالناموس لمهير بن علي بن كليب الاجتبي، حيث حقق ثاني المراكز ب 13 دقيقة 18 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أما المركز الثالث كان ضمن التحديات هذا الصباح سلهود لسعيد بن عبد الهادي الشهواني، حيث حقق الانتصار ب 13 دقيقة 22 ثانية و5 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس.